السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا جماعة. آخر مقطع لامونج مود الدكتور وصلتوه فوق 330 ألف لايك وفوق المليونين ونص مشاهدة، وزي ما وعدتكم والله العلي العظيم والذي رفع السماء من غير أمد على الدعم هذا إني يقلي الحياة إذا ما رديت الجميل وشكرتكم. المود اللي بتشوفونه اليوم عبارة عن ثلاث أطوار في جيم واحد، بشرح لكم بشكل مختصر أنا الطريقة كيف. الشباب معانا تعرفونهم كلهم، بسم الله نبدأ وبشرح لكم الطريقة باختصار. عندنا أربع شخصيات يا جماعة الخير. الشخصية الأولى الدكتور، وظيفته يعطي شيلدات. هنتر عطني شي دورني الان. صار عندي شيلد، انا عطتني شيلد. إيه؟ طيب انا صار عندي شيلد، تعال تحاول تذبحني يا مجه. مجه بوستر اذبحني. ولا اي شيلد. عندنا يا اخوان اربع اشياء. الشرف، تعرفون الشرف نزلنا عنه مود قبل، اللي هو عباره عن اذا شاف الامبوستر يقدر يطعنه، واذا طعن شخص غلط يموت. الشيء الثاني الدكتور، الدكتور تعرفونه، لكن المره هذه الدكتور غير. الدكتور يقدر يعطي شيلد يحمي واحد اللي واثق انه مواطن، المواطن هذا ما ينطعن طول الراوند، واضح. الشخصيه الثالثه الجوكر. الجوكر هذا الشخص اللي له فريق الحاله، هو شخص واحد بوريكم الان. راكان هو الجوكر، اذا صوتنا على راكان وظلمناه راكان يفوز علينا كلنا، لان هذا الشخص ما نصوت عليه. وظيفته انه يحط سوس عليه ويحاول يخلينا نصوت عليه عشان يفوز. والشخصية الرابعة اللي هو الانجينير، اللي هو يقدر يصلح الكهرباء والرياكتر والاكسجين الحالة، وايضا يدخل فنتات ويقدر يطلع منها كأنه امبوستر لكنه مواطن. طيب نبغى نجرب الان الشيلد. مين الدكتور؟ يزن ابيك تعطيني شيلد. ايوه صار لوني ازرق. اطعني مجة. اطعني كلام. اطعن. انا اوفيسر. اطعن. ما اقدر. ما تقدر. شفتوا انا محمي الان انضبط. ما حد يقدر يطعني. اللي امبوستر وينه؟ طعنت نفسك لانك شرف. الشرف شرطي. مجة طعن نفسه ومات لاني انا محمي. انا محمي وانا مواطن، فهمتوا؟ الان في حركه. مين مين مين؟ الدكتور سوى بسرعه ريبورت. الدكتور ريبورت سريع. طيب الان في شيء ما قلت لكم عنه، اذا الدكتور سوى ريبورت في 5 ثواني على الجثه يطلع له مين القاتل، واذا الدكتور سوى ريبورت في 20 ثانيه يطلع له تلميحه هل القاتل فاتح لونه او غامق. يزن افتح علامه الشات وشوف ايش مكتوب لك. ان انتحار سبب القتل انتحار. يا سلام، طلع لنا الدكتور القاتل لصوته بخمس ثواني. الان نقدر نسوي سكيب. فهمت الطور؟ هذا الطور باختصار. لا تنسوا اللايك والاشتراك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدا يا جماعه الخير، لكن قبلها خلونا نصوت على راكان عشان نوريهم الجوكر كيف يفوز. اصبر، مين يعطي شيلد يا شرطي؟ الدكتور. الان راكان جوكر. الان راكان جوكر. ثواني، راكان واز ذا جوكر. ايش بيصير الان؟ كلنا اشباح. اشباح جي. اللهم لك الحمد. جماعة الخير انا مبسوط، قولوا لي ليش. بسم الله. اعلان اكل، ليتس جو. شكرا شكرا لرعايتكم هذا المقطع. بسم الله نبتدي الانبوكسنج يا جماعة. اللي بتشوفونه امامكم هذه وهذه اسمها تشيكن بايت، واللي هنا تشيكن راب وميبل راب. المطعم هذا يا جماعة الخير انا متواصل معهم شخصيين، يقولون يا ابو حميد احنا نبغى الشخص وهو يلعب يقدر يستمتع باللعب وبالاكل بنفس الوقت. يعني انت داخل تلعب تاكل وتلعب طبيعي. لك يا جماعة خلونا نتكلم بعيد عن الإعلان. والله إني أستمتع بهذه اللحظات وأقول ما شاء الله، ويا رب إنه يرزقكم كلكم من حيث لا تعلمون. المهم يا جماعة ما ودي أطول عليكم، شكل يبغون الناس واللاعبين يستمتعون باللعب والأكل بنفس الوقت. أوبطوا من تحت وتركوا مع المقطع. السلام عليكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تنسون اللايك والاشتراك. تبون طول زيادة من هذا الشكل ولا نوع طيبة؟ بسم الله سكس بيكون الدعم. السلام عليكم. هلا بالشيخ. والله انا ما اقدر اقول، ما اقدر افسح. حط في وجهتك، في وجهتك طال عمر. اذبحني. ها؟ اذبحني انا. لا لا جد اذبحني. لا ابيك تذبحني. لا والله الا انطوي العمر. والله ما اذبحك، والله ما اذبحك يا رجال. انت حلو انا ما اذبحك. طيب اذبحني يا رجل طويل العمر. احنا نطلب توجهاتك طويل العمر. ابيك تذبحني. والله اني ما مديدي عليك. والله انت تذبحني. تعود من ابليس. والله ما مديد عليك. اذبحني واسوي اجتماع اخليهم يطلعوني. اخي يا اخي تكفى يا حضرة الملازم. الله يرحمني والديك. ابيك تطعني. والله ما ردك، والله ما ردك طول العمر. اعرف اني انا في دولك. بسم الله. يا عيال يا عيال يا عيال، مجة ذبح قدام عيني يا عيال. مستحيل مستحيل بالكل. ايوه مجة ذبح قدام عيني. بقول لكم شيء، بقول لكم شيء يا عيال. يا عيال مجة كبير يا عيال. بدافع عن نفسي، بدافع عن نفسي. شلون مجة من اول قاعد يقول لي، قاعد يقول لي صار عندك كهرب. استغربت، قاعد يقول لي انا شك فيك يا اخي. بعترف لكم، بعدل لكم اعتراف. شوفوا يا شباب انا كنت موجود في امان الله، واسمع احمد ماسك هنتر في الزاويه.
يقول لي يا حضرة الملازم يا حضرة الملازم ما ادري وماسك عليه بالضبط. يا حضرة الملازم قال له ها ايش تبي؟ قال تكفى ارجوك اطعني. قال والله ما خليها الله يرحمه ما كمل الجمله. كيفكم يا اخوان؟ طاعن نفسه اعدام اصلا ما يجوز الاعدام. بسم الله يا الله. اوكي البانتي قفلت. فيصل ايش قاعد تسوي هنا؟ فيصل تبي اخليك تمشي ورايك وانا شيخ؟ ابيك تديني يا الشيخ. تعال اعلمك. ما توصل. طيب رامي شغل لي اغنيه نغمه كونان الله يعطيك العافيه. بوستر بالثلاثه هذولي. الله سلام. لا والله طفى الكهرب وفيصل كان واقف هنا. عندي تاسك بالكوميونيكيشن داونلود. ليتس جو بيبي. اكفى يا ابو شايع. اللي ذبح انا اللي ذابحه. طفى الكهرب وفيصل كان واقف. طفى الكهرب وتقدم فيصل اول امبوستر. انا شرف. انا شرف. خلاص قايل لكم في ريحه قاتل بين الثلاثه. سكيب. ببدا شم زياده. ريدكس مواطن. وقف. كتر لا مواطن يبغى يكسب ثقتي. ابراهيم تعال اتحرك. ابراهيم مواطن. هدو اللي صايح. هدو دخل بنت. يا زن مهندس. اسمعني بقول لك شيء يا احمد. ترى احتمال كبير 100% ان الحركه ذي انه هو على اساس انها مهندس فهمت فيتبجح. انا احس انه بالله وقفوا. احمد. طيب هدو. رامي تكفى. قاتل هنا. كل واحد يسوي مهمته. وفتنا ما احس في احد. مين اسمعك؟ ها جاسر. اسمع تثق فيني ولا تثق فيني؟ لا انا وثقت فيك صح ولا لا؟ ما اثق فيك. انا وثقت فيك صح ولا لا؟ بعد احد خايس وخر. اسمع هانكار تعرف اغنيه مولاي وين رايح انت؟ هذه ريحه مواطنين سبايك. مواطن انهي لكم النقاش يا جماعه. ناقصني يا عيال حبه انجينير بس. جماعه خدمه. والله مشغول والله يا جماعه. يلا السلام عليكم. انجينير ليتس جو. ليه اجتماع؟ يا رب انا الانجينير يا عيال. انت انجينير. طيب يبغاها كذا. طيب ابراهيم رد على سؤالي. ها كهرب ولا اسلاك؟ ما انتبهت له ما شفتها. حلو طيب ركزوا معي يا جماعه. ابراهيم الجوكر. حلو سكيب طرحته. حلو صح. ابراهيم عندي دراسه علم نفس. يا عيال كرت دراسة علم نفس. كرت حلوة ذي كرت. يا عيال ابراهيم جوكر. بكالوريوس علم نفس حركات جوكر. يضرب اجتماع يحتك فيني. يدري اني انجينير يبغى يسوي اثارة جدل. في النهاية ابغاكم تصوتون عليه. امبوستر جوكر. مين يفيك؟ واحد يفيك. عارف في واحد هنا اذبحك وما طلعت من البنت الان. راح اذبح رندين اذبح. طيب اذا جاء شخص هنا ما سوى ريبورت معناته انه قاتل. الحمار ذبحني وانا بالبنت. ايوه ما سوى. انا اخرشك والله زعلان. اعلمك جنون البقر. شباب خلنا نهدى شوي. معاكم مهندس احمد القحطاني من كليه الهندسه العامه. حلو. انا كنت في المجاري سلمكم الله.
وشاهدت الموضوع بأمي عيني. اللي صار كالآتي يا إخوة، ريدكس كان إنسان شريف، كان شرطي، كان يبغى يطعني يحسبني امبوستر لأني كنت بالبنت، لكن طعن نفسه ومات، وهذه بسبب استعجاله بالأمر. رقم واحد. رقم اثنين، حمزة مواطن شريف، لو إنه قاتل ما بيسوي ريبورت، بيرجع يدور واحد ثاني يذبحه، فحمزة مواطن. الآن تبقى معنا ستة أشخاص، منهم واحد جوكر، اثنين امبوستر. عندنا الطبيب، عندنا الطبيب راكان، حلو، عندنا الطبيب. صبر 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 صبر. أوكي أنت مت الدكتور؟ أنا ما سويت شيك، سكرتي أنا. طيب طيب. الآن اللي متوقع عندي فيصل أحد القتلة، الآخر اسكت أنت أحد القتلة، ريحتك عارفها، قاتل وصف صغير معسكر. ياسر ياسر تمجى ركاني حد دفعوني. سكيب الآن، سكيب سكيب، وإن شاء الله ربي يطلع القاتل. نرجع للمجاري ونحقق. قلت يا احمد سمعتك ايش قلت؟ مجا ليش؟ هذا هو سيد ركان والله اخر والله يزيد تسبيحات يا ساتر. ايوه ايوه حمزه عز الله يعزك. ايوه حمزه لا 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 ايوه حمزه لا 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 اسمع حمزه 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 رايك فيها صار فيه بالله من ابو المجاه. انا ما ادري ايش صار، انا ما انا نفسي عيني خانتني. لا تخش بعيني، لا تخش بعيني، يعني يا اما جاسر يا اما حمزه. طيب حمزه مواطن 100% على شهادتي له في الجيم اللي قبل، ما يحتاج ما يحتاج حمزه. المهندس المهندس احمد القحطاني شهادته مع حمزه. اطلع من المحرك يا اخوان، انا بالمجاري، انا بالمجاري، انا انجينير يا احمد، قاعد اذبحكم يا اخي. جوكر لتا موجود الشرف طعنك. طب حلوه اصلا، تقول دخلت الدبل؟ اي والله دخلتها، واقصد قال لي كيف والله بسوي، دخلتها انا بقى والله صف دوي ما دخلتها كيف كذا، اخذ مني كل شيء بعد يلا لبسوني ملابسهم غصبا عني. صدق ولا تصدق ليش يلبسونك ملابسهم غصبا عنك؟ اني حمار، انا اكتبت رقم مصرف واختصر هنا من عندهم، انا ما ادري سوالف. والله ابو سعد مدري ايش اسمه، ذا صوته ام رصيف بالمنطق. حلبه المصارى اخذها فيها زواين اربعا مشتوله الحبال. يزن عيال، يزن شك فيي انا. سعد وينه؟ ليكون سعد مو قاتل. حمزه، حمزه يفر من اليوم، ليكون يزن يا عيال. ملك العائلة لينج الحقي. شباب بقول لكم شيء، ما ابغاك تقول شيء، ما ابغاك تقول شيء. انا بالمجاري، انا بالمجاري، انا بالمجاري، وشفتك يا ابو هزام السكينة بالسكينة. بقول لك شيء سعد، تدري تدري بالمجاري طعن قدامي، بالمجاري بتكلم بس. ايوه المهم بهزاع ميكانيكي بيارات، ميكانيكي بيارات غزل يا اخوي. يا ست امبوستر بتكلم انا والله، صدق اسمعي. لا يا ست امبوستر اطلع برا الجيم. اوكي والله اسوي نفسي فيك عشان اسوي جوكر. ها علم النفس، انا شفته مشايه 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 مشايه. عندي اسلاك، انا عندي اسلاك، عندي اسلاك امبوستر ايزي. ها ايش هذا؟ بدي اشوف طاقه طيب كيف ليش احمد؟ عندي عندي اسلاك بطاقه، ايش تبون؟ جاكر 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 يا رب محيط. الله يقلعك، الله يقلعك. هذا قل أدب، هذا هذا قل أدب اللي قفل الباب منه، هذا قل أدب أنت. ها إيه لسه عندكم؟ يمه كم واحد؟ أوه هاي
اوكي طيب خلني اتكلم انا ولا تكلموا انتم ما ادري انا بقول شيء يلا قول الجوكر ما يشوف التسكات للمعلميه يا شباب ابو شاير راح سوى الاسلاك قال عندي اسلاك راح سوى بطاقه انا احس انه هو الجوكر فا حلو 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 واحده من ثنتين ريدكس يا ان جوكر وانا كنت ماسك الكاميرات شفت حمزه منحشر في الجهه حق النافيجيشن طيب بتكلم انا ما دامك تكلمت الحين وقلت وعرفت اني ماني امبوستر بقول شيء انا سلمكم الله مصوت على الجثه في الستوريج تمام الناس اللي كانوا بالكهرب مع يزن وراحوا يسار فيصل انت كنت يسار مره صح مين مره مع سعد يسار مره انا ومجه يسار مره من اللي كان يسار مجه معك يسار هو لون مجه انت كنت يسار يا مجه ايه كنت طيب من وين جاك من وين جاك يا جاسر مجه ايه انا ايه مجه يعني من فوق الظاهر من تحت والله لا جاسر انا كنت قبلك في الرياكتور مو إيه انت اللي جيتني مو انا اللي جيتك اجل رودكس هذا جاي لا انا جاي من مين انت خلي الكاميرات جاي من فوق والله ما في شيء واضح انا اقول سكيب سكيب بس ايوه لا تاخذون كلامي اذا فاتنكبون بس حمزه اللي كان عندك اني اسمعك انتر كان يسولف معك انتر كان حولي ما ادري كنت احس بشككهم انتر ما فيني خلاص العبوا العبوا وصول احد يمشي جنب الثاني اي جثه لقيت يا احمد ناسي والله وخر عني مين اللي يقول وخر عنك تكفى قول لي فيصل طب اصوت عليه بطلع ابغى اطلع بالهيبه جاسر جاسر دبل 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 يا اخي حاب اذكركم يا جماعه الخير لا تنسون تشيكون على مواقع مطعم شيكن اللي روابطها كلها موجوده تحت تحصلونها طبعا مو بس تشيكن بايتس اللي عندهم يا جماعه برضو عندهم اشياء ثانيه زي تشيكن ميبل هذه وش يسلمكم الله هذه عباره عن ساندويتش راب تاخذها سلمك الله وترقيها باي صوص تبغى وعندهم صوصات لا راسك عندهم صوص كريم عندهم هاني ماسترد ميبل يا رب هذه صعبه ميبل اللي هو فعزيزي المشاهد انا لازم اللحظات هذه اكون فيها مع نفسي ما ودي اطول صراحه عليكم اكثر من اللازم اتمنى انكم استمتعتوا بمقطعنا شكرا جزيلا من اعماق القلب المطعم عندهم فرعين فرع بجده وايضا فرع بالرياض تلقون الروابط تحت يا جماعة الخير بدون أي مجاملة إذا تبغى تلعب وتاكل شيء طيب بسم الله روابط